السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نتكلموا على واحد الحلقة اللي مهمة بزاف، اللي قاع الحقيقة الناس كيقلبوا عليها، يعني كمبتدئ كيف يتم اختيار الأرانب. يعني بغيتوا تمشيوا للسوق، يعني أول شريعة لكم، أو ممكن أنكم عندكم واحد القاطع وبغيتوا تزيدوا أرانب أخرى، كيفاش غادي نقلبوا هاد الأرانب؟ كيفاش غادي نعرفوها باللي راها مزيانة وغادي تصدق لنا؟ إذن هذه غادي معلومات غادي دونتها لكم في 5 نقاط. أول نقطة وهي يجب مراعاة السلالة الجيدة عند الشراء، على أن تكون الأرانب ذات صحة جيدة، ولا نأخذ الأرنب العليل المصاب بالهزل والضعف، يعني ما يكونش ضعيف بزاف، ما يكونش يعني انتم شايفينه ضعيف وكتقولوا لا معليش غادي نديوه حقه، غادي نشدوه وغادي نوكلوه مزيان وغادي يولي مزيان، راه من 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 سلاله جيده. مثلا تلقاو بابيون بحال هذا مثلا، ولكن هزيل ضعيف غادي تقولوا ولكن راه بابيون، غير نشدوه عندنا وغادي نوكلوه مزيان غادي يولي مزيان. لا، مادام بقى عند مولاه بديك الحاله، يعني تولى بديك الحاله، الا وراه فيه شي عله، ماشي هو يتخلص منه وحنايا نشدوه ونشدو مشكل عندنا، لا نحن ديما نشريو شي حاجه اللي تنفعنا. ولا فكرنا بواحد الطريقه ذكيه في الحقيقه، غادي نوجدوا ان البيع في الاسواق مستحيل اننا نلقاو واحد المربي باغي يبيع واحد الارنب اللي هو ما فيه حتى خطا، يعني مزيان سليم. علاش غادي يبيع واحد النتوه سليمه؟ الذكور ممكن، لان الذكور بحال دابا انا عاد البارح بعت شي ذكور، بعت تقريبا واحد 4 ديال الذكور. علاش؟ لان كسروا عليا الذكور. انا دابا عندي داكار، ها هو داكار عاوتاني، انتم عاوتاني ذكور، ها هي داكار عاوتاني لهيه، وكاين شي ذكور عاود تما في داك القفص اللي من لهيه، عاوتاني واجدين شي ذكور عندي هنايا انتم. اذا النتوات ممكن انني غادي نخلص، غادي نخرجهم نكسبهم، ولكن الذكور الا كثروا عندي يعني بالعقل ما غاديش نخليهم عندي. ولكن في السوق ما يمكنش غادي تلقاو واحد الانثى سليمه، يعني مولاها غادي يبيعها بالكيلو مثلا، لا. اذا كانت انثى مداويه وسليمه ما يمكنش غادي يبيعها، يعني هذه غير كتفكير منطقي، حاولوا انكم تفكروا بذكاء. اذا هذه نقطه. النقطه الثانيه، كاين واحد القضيه اخرى، ممكن انكم تلقاو واحد في السوق، يعني ماشي من لابد ما باللي راه داكشي ممكن ان اي واحد يمشي السوق غادي يلقى المشاكل، لا. ممكن انكم تشريو النتوات يكونوا صغار في السن، الا شريتوا النتوات صغار في السن غادي تربيهم على يديكم، هذيك حاجه اخرى هذيك. اما باش تلقاو انثى كبيره ووافيه ويعني كتحمل وما عندهاش المشاكل، محال. اذا هاد الصغار هادو منين تبغيو تشريوهم، حاولوا غير انهم ما يكونوش مصابين بشي امراض يعني خفيه، يعني انتم كتشوفوا فيهم قدام عينيكم ولكن ما غاديش تلقاو المرض باين، حتى تديو عاد غتلقى اما مولاه ما كانش مداويهم من التسمم الدموي مثلا. ما التسمم الدموي كيكون يعني الارنب واقف قدامك حتى كيطيح، ملي كيطيح كيخرج الدم من نيفو، هو كيشوف هذا والابره ديال التسمم الدموي ما كديرهاش مباشره، كتشتغل ما كتخدمش في البلاصه، كتخدم من بعد 15 يوم. يعني الا هو المربي المحتال لقى الارانب بداو كيموتوا له وعارف باللي هذه القضيه ديال الابره واخا غادي يديرها له ما غاديش تخدم، مباشره التفكير اللي كيفكر اسمه هو انني متخلص منهم، يديهم للسوق ويبيعهم، غادي يشريهم مربي اخر. هذاك هو اللي حنا كنسميوه الامراض الخفيه، يعني اللي ما كتبانش بالعين المجرده. اذا هذه نقطه. النقطه الثانيه، منين نبغيو نشريو يجب التدقيق جيدا بالعين، يعني العين ديال يعني العيون ديال الارنب اللي حنا باغيين نشريوه، بحيث ما خصهاش يكون فيها شي لمعه ولا افرازات ولا قشور ولا شي قيح ولا اي حاجه، خصها تكون العين صافيه ما يكونش فيها اي
اي قشور ولا شي حاجه اللي غادي حنايا نقولوا باللي غادي احنا غادي نديوه وغادي نداويه عندنا. لا، مادام فيه هذاك المشكل حاولوا انكم ما تديوش اي افرازات تكون كتخرج من العين ولو دموع. ملي تشوفوا اي حتى الدموع ما تديوش، هذاك راه فيه شي حاجه. ثالث حاجه وهي مراعاه ان يكون الارنب نظيف والشعر ديالو حتى هو يكون نقي وملس ولامع. يعني ملي تشوفوا هكا الشعر ديالو ما يكونش مبربش، لا يكون مكسي كله، يعني يكون من رجليه من نيفه من عينيه كل شيء يكون ان هذاك الارنب مكسي. حنا كنقول له مكسي، يكون كله فيه الشعر ما يكونش فيه شي فراغات. الا كان فيه فراغات مباشره هذاك راه فيه جربه، وهذيك الجربه الى ديتو ارنب واحد للقاطع ديالكم راه كتعادى. الا مشات تعادات كيولي الارنب كل نهار كتلقاه بحال محسن، وممكن انكم هذاك الكاج كله ترميوه لان داك واحد الجرثومه كتكون ديال الجرب كتصيب القطيع كامل وكتصيب كتلصق حتى في يعني القفص، تولي اي حاجه جبتيها للقفص تضرب بهذاك المرض. يعني انتم ملي تشوفوا شي ارنب بدا يطيح منه الشعر ما تديوش ما تقربوش للقطيع ديالكم، هذاك راه فيه الجرب وكاين الدواء ديالو، ولكن نتوما ما حدكم ما عندكمش المشكل ما تجيبوش شي واحد المشكل وعاد داويه. ديما هذه هي المربط الفرس ديال هذه الحلقه هذه، حاولوا انكم تشريو الحاجه وهي واجده. ملي شي واحد يكون يعني نتوما تايقين فيه او معرفه او نتوما عارفين البلاصه فين كاين، يعني وتشوفوا هذاك القاطع ديالو واش كينقي مزيان واش ماشي محتال، لان السمعه كتكون سابقه للمربي. كتمشي تسول كيقول لك هذاك اودي ما تقربلوش راه غشاش راه اسمو كيدير اسمو كيدير، يعني السمعه كتسبق مولاها. اذا هذه قضيه. كاين واحد رابعا نقطه اربعه وهي الجرب من نوع اخر، وهذا هو لاول حاجه في الحقيقه خصكم انا في الحقيقه الكلاسمون يعني الترتيب ديال هذه النقاط خاصه نهضر على هذه النقطه. هي الاولى ملي تشوفوا الارنب اول حاجه تقلبوا له، هذه هي الكلاسمون، هذا هو الاول اول نقطه تشوفوها وهو تصمغ الاذن اللي هو جارب. هو في الحقيقه راه جارب، هذاك تصمغ الاذن راه جارب ولا مشات هو معدي، يعني كيعدي الارانب ولا مشات وصل لواحد الدرجه اللي ما يمكنش الدواء فيها، هي الدرجه الاولى في تصمغ الاذن. وهو تصمغ الاذن اسمه هو واحد القشور، هذاك القشور كتكون فوق يعني داخل الاذن. اول حاجه تقلبوها في الارنب هو ودنيه، طلوا هزوا الارنب وقلبوه مع الشمس، يعني ما تحشموش، قولوا شدوا ما تحشموش من هذاك المربي، ما تخافوش من المربي انه يقول لك لا ولا هذه، قول له انا يا سيدي خصني نقلب السلعه ديالي. شد يعني الاذن ديال الارنب وقابلها مع الشمس، خاصها تكون ما فيهاش القشور، لان ديك القشور كتبقى تزاد حتى كيولي جرب، كيولي تصمغ الاذن وراه معدي. من بعد هذاك تصمغ الاذن كيولي قيح، من بعد كتسد الاذن وكيموت الارنب. لاحظوا ان هاد النقطه هذه راه هي اللي في الحقيقه خصني نهضر عليها في الاول، ولكن معليش حاولوا انكم يعني في التسليم ديال ملي تبغوا تشريو الارانب قلبوا لهم ودنيهم هما الاولين، ما تشوفوش اي حاجه ما تشوفوهاش، بداو بالاذن، ما خصوش يكون فيه التصمغ ديال الاذن. اذا حداو من هذه النقطه راها نقطه مهمه. اذا خامس حاجه وهو يفضل عند الشراء ان تكون الارانب صغيره ولا تزيد سنها عن 3 اشهر. كاين اللي غايقول لي كيفاش انا غنعرف باللي فيها 3 اشهر؟ ممكن انكم تسولوا المربي او شوفوا الارانب المتوسطه الحجم، مثلا رومي راه باين الحجم ديالو في الكبير، يعني خصو يكون صغر منه واحد الشويه، ولا كانت النتوات من الاحسن يكونوا نتوات في هذا العمر هذا، يكون عندهم 3 شهور مثلا. 3 شهور منين نجيبوا النتوه ديالنا اسمو غادي يوقع، غادي هي تعود على المكان، غادي تعود على الجو، إذا كان شي ضجيج ولا شي حاجه ماشي غير تجيبوها وهي تصافي
مباشره انها غادي تحمل وتولد، لا غادي تمك يعني اذا كانوا شي صوت ديال الكلاب مثلا بعيد هي المره الاولى غادي تخاف، مع المده غادي تولف، ملي غادي تولف غادي تولي صافي عند هذاك الشيء نورمال، عاد منين تكبر وتبغي تحمل وتولد غادي يجي هذاك الشيء عادي. اذا هذه هي النقطه الخامسه وراها نقطه مهمه. النقطه هذه من بين المعلومات، منين تجيبوا الارانب ديالكم حاولوا انكم تسولوا المربي واش راه مداوين ولا ما مداوينش. اذا كانوا ما مداوينش مباشره شري لهم ابره ديال التسمم الدموي ضربوها لهم، قيدوا التاريخ وصافي. وممكن انكم ديروا لهم عاوتاني السيرو ديال التسمم المعوي، من ديروا لهم السيرو ديال التسمم المعوي اسمو غادي يوقع صافي، جميع التحصينات درتيها لهم ديك الساعه غادي تطلعوهم على يدكم، يعني الماكله اللي غتعطيوهم انتم داير لهم المضادات ديالها. وكذلك ممكن تبعوا الفيديوهات ديالي، راه كاين بزاف ديال الاشياء اللي بسيطه، ممكن ديروا الخل، ممكن ديروا مهم اشياء اللي ممكن يلا تجيبوا القطيع ديالكم ديروها لهم باش يوالموا على المكان ويوالموا على الماكله اللي كتعطيهم بواحد الطريقه مزيانه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. وكنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم، اللي عنده شي استفسار ولا مشكل انا كنرحب به، ولاحظوا انني راني كنجاوب يوميا على التعاليق الطيبه ديالكم. انا كنعتبركم عائله ديالي. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصير لكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.